بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في أمسية جديدة ولقاء جديد من مزاج سوداني. برضو بنرحب بضيوفنا معانا دواري عبر برنامج مزاج سوداني خلال الشهر المعظم، أستاذنا الدكتور أنس العاقل. مرحبا بك مرة ثانية. مرحبا بك أستاذنا الزبير سعيد. وحنواصل نقاشنا عن صناعة الأغنية. نحن الليلة وصلنا لمرحلة كويسة جدا ودارين نمشي، بس خلونا نقول حاجة. الأغنية الكبيرة تناولت موضوعات مختلفة، تناولت يعني الأغنية الحزينة بتفاصيلها، يعني مليانة شجن ومليانة حزن ومليانة، وتناولت يعني مواضيع حتى في أغنيات كبيرة وطنية، وفي الأوبريتات اللي اتعملت، وفي وبعدين يعني في أغنيات كبيرة بتتعامل مع إيقاعات مختلفة، يعني فيها تغير في الشكل الإيقاعي، وفيها تغير على المستوى النغمي، وفيها في تفاصيل كثيرة جدا. قبل ما نخش في الكلام ده، خلونا ناخذ نموذج للراحل الكبير أستاذنا محمد وردي رحمه الله، وناخذ الطير المهاجر نفتتح بها هذه الأمسية.
يعني جو حالم، يعني أغنية دخلت الناس في أجواء حالمة جدا. نعم. وده يدل على جودة الصناعة، يعني جودة الإحساس والجمال ولكن لا بد أن نحيي موسيقار جميل هو الأستاذ مجدي العاقب عازف الكمان اللي عمل الصول بالشكل اللي أنا اشتغلته بهذا. صراحة أنا بحييك يا أستاذ مجدي العاقب من هنا، وصراحة الصول ده عمله مجدي العاقب بحيث أنه ما بيقبل ثاني أي إضافة، يعني في ده رأي الشخص يعني. نعم. أنه الشكل ده بس خلاص كده يعني. فتحية لك من هنا، ونقول لك كل سنة وأنت طيب، أنت وكل الطيور المهاجرة من كبار الموسيقيين الموجودين هناك، أساتذتنا اللي نفذوا هذه الأعمال رفقة الراحل الكبير الأستاذ محمد وردي. طيب خشينا في 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 تفاصيل جديدة في صناعة الأغنية، خشينا في يلا بعد ده في العمق بتاع الأغنية ذاته، يعني احنا بعد ما يعني تناولنا المقدمات والتفاصيل بتاعتها، دايرين نشوف الأسلوب بتاع الأستاذ محمد وردي في التأليف للأغنية الكبيرة. نعم، محمد وردي رحمة الله عليه مر بمراحل. نعم. مرحلة الغناء الشعبي الربوع، ومرحلة محاولة الانطلاق يعني برنامج العام، ثم قفز بشكل في أغنية هو بيحلم بها. أنا هي أغنية كتبها شاعر علي مرغني والغرام، ورى فيها انه هو قادم بيقدم شكل جديد في مقدمه بالعود وبالكمان وكذا، ثم انطلق مع اسماعيل حسن يقدم بالشعر الجديد اللي قلنا زمان موسيقى جديده. اول يعني اول حاجه عملها يعني افتكر هي المستحيل اللي جرب فيها وردي كيف يصنع أغنية طويلة. يا سلام. بكوبلات متعددة. وهو طبعا رحمة الله عليه ربنا أداه ملكة إنه يلحن في اليوم لو عايز 10 أغنيات. يعني اللحن لما بيجي قال لي بيجي مكتمل يعني. وعنده قدرة في إنه يلون الجمل بتاعته ويعدد الايقاعات يعني. وعنده كمان صوت عبقري يعني، ما في يعني زول بيقدر يؤدي الاداء في المساحه بتاعته يعني. وذا كان وردي اول شيء كان بيحب التكرار يعني، بتلاحظ اي جمله قالها 4 مرات. نعم، حتى في الاداء لما يجي يغني برضه بيكرر. نعم صح. وانا يعني لومته في الحكايه دي، كنا في رحلة مع بعض كده قلت له يا أخي أنت بتكرر. قال لي يا ناس العاقب أنا أول حاجة بتعجبني الموسيقى بتاعتي. نعم. تتكرر 4 تتكرر 5 ده بحب. أنا ما بعجي كده. قلت له مزاجك بنقبله. لكن الناس ما بيقولوا يعني أكثر من مرتين والثالثة يعني. في التكرار ذاته مرات عنده حدود يعني. لكن هو عنده قدرة على الفاريشن. عنده قدرات فريدة. وبفتكر إنه نعم. في أغنية اللي هي عملها 40 دقيقة يعني كرر 5 مرات لأنه رؤيته في 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 أنه لا تتكرر، إذا تكرر عشان 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 ما وصلت لهذا توصل للثاني، ما وصل للثاني توصل للثالث، بيفتكر كده هو يعني. نعم يعني عنده فالحزن القديم. الحزن القديم. نعم. الحزن القديم دي بطلع. نعم. ودي عمل فيها شغل عجيب. صح. يعني الاوركسترا وزع عليك الباص جيتار مع الكورديون مع الليد جيتار مع الاوركسترا مع الكمان، شغل كده يعني مهرجاني كده، شفت كيف؟ صحيح. وعشان كده يقوم يكرروا لك ثاني، وردي يكرروا لك ثاني حتى جواه ذاته بيكرروا بعد ذاك. فالصناعه بقت عندها قوانين، اول لازم تكون عندك فكره متلونه متعدده الافكار وعدادة الالوان يعني عشان ما تبقى ممله يعني. وحتى لما تعدد لم تكون باداء جديد يعني، مش مش
اوركسترا وثاني اوركسترا، لا مره بتبدا الكمانجا، مره بيبدا الاكورديو، مره بيبدا الاورجن وهكذا. فبقت الصناعه هنا كيف تجود العمل بتاعك وتجمله وتزركشه بعمق، مش يعني ب ب ب ب عفويا كده، لا بمعنى يعني. وذلك يعني الذين اجادوا هذا الفن من الاغناء الطويل هم يعني محمد وردي وبوري محمد رفع الله وفي راجل جميل جدا برضو اسمه لحن لابراهيم عوض، لحن له تذكار عزيز طاهر ابراهيم. طاهر محمد طبعا محمد اللمين وعركي ايضا، وعركي عنده نفس الحكايه بتاعت البنائيه بتاعت المختلفه يعني. فده التراث اللي حاسه بدا يندثر، انا ما اعرف ليه، ما اعرف ليه نحن شاركنا في انه هذا الغناء الجميل اللي بيحتاج انه الولد يرتخي كده ويسمع بمزاج كده انتهى، انتهى في في لانه نحن بتاعين موضات، ولانه الاعلام تغير. نعم الاعلام ذاته ما شارك فيه زي زمان. نعم. زي زمان احنا كنا نتسابق عشان نسمع نسمع الليله محمد وردي حيغني شنو، محمد اللمين حيغني شنو، بتاع نتسابق في انه نسمع الغنى الجديد الجميل ده، وكان في مسابقات والمسرح القومي لعبيه دور كبير. فالاغنيه الطويله دي طيب يعني هي افتكر اخر نوع تقدم. نعم في خلال ال 40 سنه الاخيره. طيب يا دكتور انس، انا داير امشي لاستاذ زبير، داير اقول لك انه الاغنيات يعني العميقه دي اختفاء من يعني صار لها فتره طويله، نحن يمكن الانتاج اللي بنتكلم عنه من الاغنيات الكبيره من فتره طويله يعني ما حصل الا ما ندر، يعني في شح كبير جدا حاصل في الانتاج الاعمال الكبيره. انت كمفكر وكشاعر وكزول اعلامي وكقريب من المشهد، يعني رايك شنو في الكلام ده؟ والله احنا خلينا نكون صريح شويه، لانه نحن لنا فتره طويله جدا تحولنا من مجتمع منتج لمجتمع مستهلك. نعم. مسألة قدرتنا على الإنتاج تراجعت على حساب ثقافتنا الاستهلاكية. نعم. حتى في حياتنا العامة العادية نحن بقينا مستهلكين أكثر من إننا منتجين. فتراجع العملية الإبداعية العميقة بمفهوم اللي كان موجود قال الدكتور قبل 40 سنة، شيء طبيعي، شيء طبيعي لتراجع الاهتمام ذاته بالأغنية ذات الدلالات العميقة. إيقاع الحياة نفسه، تسارع إيقاع الحياة نفسه ما على مستوى السودان حتى على مستوى الدنيا ما ساعدنا، نحن زي كأننا تفاجأنا، زي كأننا كنا في غفوة كده وصحينا ولقينا إنه العولمة تطرق أبواب الحياة عموما بالنسبة لنا. فالمفاجأة دي خلتنا ما عندنا استعداد لأننا يعني ننتقل ونتحول ونقدر نجاري إيقاع الحياة، عشان كده تم تبسيط الحاجات. غير كده في مشروع سياسي انا بفتكر انه مقصود كان مساله يسطح بالعمليه الابداعيه عموما، يعني يعني يكون في حاله حركه بتاع التسطيح، المسرح يمشي في اتجاه انه يعني يحاول يضحك الناس في قضايا انصرافيه، الغنى ذاته يمشي في اتجاه يصرف الناس عن قضايا وهموم، المسرح نفسه يحارب، ما يكون في اي حاجه تقود لتفكير جمعي توعي الناس بقضاياها ومصير المشترك وهموم الوطنيه الكبيره. فالمتخطط ده هو الأسهم مساهمة مباشرة في أنه يعني حصل زي تحقير كده للعملية الإبداعية، وحصلت حرب بالمناسبة لئيمة جدا تجاه الفنانين الكبار دول والمبدعين دول، حوربوا وسجنوا وبعضهم أعد، خلى البلد ذاته في ناس مشوا، حصل لهم عدم استقرار. المسألة دي انعكست بانعكاس مباشر جدا على الحركة الإبداعية. لكن عودا على بدء لكلام أستاذنا دكتور أنس قبيل لما نتكلم عنه، وردي بيحب التكرار، انا افتكر انه حسب قرايتي يعني وردي حبه للتكرار. وردي طبعا احنا لازم نتفق على انه هو اول حاجه فنان عنده شخصيه ادائيه عجيبه، الناس بتتكلم عن صوت وردي، لكن وقفه وردي على المسرح نفسها عندها دلاله عميقه، يعني يعني وردي عنده حضور على مستوى المسرح رغم انه حركته محدوده جدا، يعني ممكن يتحرك 400 متر في 400 متر، ما بيتحرك كثير، لكن حركته بصوته وحركته بتعابير يدينه على وجه التحديد. ودي بترجعك لشنو؟ زائد التكرار بترجعك لشخصية المعلم في شخصية وردي الفنية. هو حقيقة طبعا الحديث عن الأستاذ محمد وردي بيحتاج لحلقات كبيرة جدا جدا، لكن احنا إن شاء الله هنا عبر الحلقات دي بنحاول ناخذ إشارات وحياة بسيطة، لكن حنرجع إن شاء الله في مزاج سوداني ونفكك التجارب الكبيرة دي. لكن خلونا نحيي الصادق حسين.
نعم. عازف الاكورديون الجميل اللي معانا هنا، وصح ياسين رجل موسيقار يعني معروف وموسيقار كبير جدا جدا، وله اسهامات وله عطاءه يعني. واحده من الحاجات الجميله جدا اللي عملها المقدمه بتاع السعاد للراحل الكبير استاذنا عبد الكريم الكاملي الدوش، ايوه، والشاعر الكبير استاذ عمر الدوش. ناخذ المقدمه بتاعت الصادق دي باعتبار برضه يعني هي ذاتها تكريم للصادق حسين، واحد من الناس اللي اسهم اسهام كبير جدا. صراحة يعني حاجة مميزة والله، ونحن بنكون سعداء جدا جدا لما نكون يعني في موسيقي وعنده خيال جميل زي اخونا الصالح حسين. وده برضه ودينا لمحور ثاني يا دكتور انس، انه دور الموسيقيين في صناعة في الورشة، ورشة صناعة الاغنيات يعني. افتكر لهم كان دور كبير يعني في صياغة الاعمال الفنية دي مع الاساتذة ديل يعني. فطيب انا ده نمشي لك يا استاذ زبير قبل ما اي رايح ثاني لدكتور انس، اللي هو انت داير اتكلم معك كشاعر يعني. نعم. لانه داير اسوق منك المشهد ده اجيبه لدكتور انس كموسيقي. نعم. الصور الموجوده في الشعر والموضوعات اللي طرحتها الاغنيه الكبيره بالذات العاطفيه، نعم، خلت الالحان الشاب زي 3 دي كده، او خلت يعني جسمت، عملت تجسيم للعاطفه وللمشاعر عبر النصوص الشعرية الموجودة. ده ساعد كثير جدا الملحن، وساعد بعدين برضو المؤلف، لأنه المؤلف الموسيقي حيضطر يرجع للمعنى بتاع الشعر برضو يعني. عشان لما ناخد يعني لو وديت غنية لدكتور أنس عشان يوزعها ما حيتعامل مع اللحن وبس، حيرجع للنصوص عشان يشوف يعني يعمل شنو هنا في الجملة دي ويعمل شنو في الحتة دي. فرأي شنو في كلامي ده؟ الكلام ده سليم، لأنه هي القصيدة اللي فيها الصورة الذهنية العالية دي هي ما بيكتبها اي زول. نعم. بالضروره بيكتبها الشاعر عنده، اول حاجه شاعر مثقف، وثانيا شاعر عنده قدره على الخيال، لانه القصيده نفسها ما يعني ممكن تنظم في نظم بتاع شعر. نعم. ممكن احسن نظم بتاع شعر عند زول قدراته محدده، رؤيته للحياه ورؤيته للابداع ورؤيته للجمال زواياه محدده. لكن كل ما كان الشاعر ثقافته عاليه، كل ما كان الشاعر عميق في رؤيته للأشياء، كل ما كان الشاعر عنده قدرة على التخيل، كل ما كان قادر على أنه يعني موضوع واحد ممكن يكتب فيه شاعرين لكن تختلف القصيدتين في صور المشهدية دي، اللي هي دي الدافع الأول اللي بيحرض الملحن وبيحرض الموسيقار في أنه هو يعمل نص لحن موازي للصورة الدرامية والفيها بعد قصصي وفيها بعد جمال وفيها روح حسريالية تجسدت من خلال القصيدة. يا سلام. قبل ما ارجع لك يا استاذ انس، احنا كده ناخذ نمشي على استاذنا الراحل عندليب الاسمر زيدان ابراهيم، ناخذ نموذج، ناخذ في الليله ديك كنموذج يعني جريء في الطرح بتاعه. افتكر هي الحان استاذ عمر الشاعر كسلاوي، عمر الشاعر. نعم، احنا بنحييه من هنا عمر الشاعر. نعم. استاذنا عمر الشاعر نقول له كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. نعم. إن شاء الله يا رب يكون ضيفنا قريب يعني. إن شاء الله. طيب ناخدها.
طبعا كنت براغب فيه استاذ زبير، طبعا انا عارف يعمل فيه شنو هنا استاذ زبير. صراحه الاغنيه ذاتها مليانه جرعه بتاع الشجن غريبه جدا. علي والله. خليني اخش معاك يا دكتور انس في قوالب التاليف الموسيقي. خليني اتكلم عن قالب السوناتا باعتباره قالب يعني بيورينا انه احنا كسودانيين متطورين من حيث التفكير. كما هو معلوم بالنسبه لك عشان برضو المشاهدين يكونوا معانا، انه القالب بتاع السوناتا يعني بيعني مؤلف فيه تعقيدات. يعني مثلا اذا كان هو متالف من A B A مثلا نقول ثلاثه، اذا كان A حزين في B بيقلب طوالي فرح بشكل مفاجئ جدا وبيرجع ثاني لحاله الحزن، مما يعني انه احنا انت كفنان المفروض تستخدم ادواتك كلها في الانتقال من مشهد الى اخر. انا افتكر انه دي كانت في فتره من فترات سمه من السمات العامه للاغنيات الكبيره، يعني السونات عندنا موجوده من بدري كقالب من قوالب التاليف الموسيقي. ماذا تقول يا دكتور انس؟ طبعا يعني نحن موسيقانا سريه جدا. نعم. سيما بعد ما يعني الاخوه في سلاح الموسيقى نعم سبقوا الغناء العاطفي في الاذاعه بالمقطوعات بالمارشات واساتذتهم كانوا خواجات وسمعوهم الموسيقى الغربيه وكانوا بيأدوا مارشات غربيه، ولذلك يعني قالب السوناتا ده هو قالب السوناتا شنو ما الف بالف، بس الف في حاجات كده لازم تعملها. اذا كنت في السلم الفلاني تمشي للهابط بتاعه او الصاعد بتاعه وهكذا. دي في الكلاسيكيه الاوروبيه قرن 18. نعم. نحن عندنا نفس القالب، العالم كله بالمناسبه القوالب كلها قريبه لبعض يعني، لكن بس التفاصيل بتاعتها مختلفه، في اليابان مختلفه، في البرازيل مختلفه، حسب المناخ وده بطلعنا من الدائره الاتهام انه الموسيقى السودانيه دائريه. يعني ده طلعنا من الاتهام بتاع الدائري ده ما موجود عندنا، موجود كنمط لكن موجود يعني ما سمة عامة من السمة بتاعتنا. في حاجة داير أقول لك. نعم. أنا داير أصحح الناس الآن، في القالب الثنائي الدائري. نعم. الثنائي الدائري، خد عندك أي أغنية حقيبة أو دائري تلقاه في النوع لأبراهيم عوض مثلا، أبيت الناس ونسيت خباني كون علشان كلاني. نعم. يوم خلاص تألف جبا ساعة وداعنا انا كده 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 انتهى، جاء الف ثاني. نعم. كده وده الكوبلول بعده، ده بيسموه هو الف، هو ثنائي دائري باينري فورم، ثنائي مدور. نعم. لكن ما دائري، مدور يعني لف حول نفسه كده. نعم. الدائري هو افكار اكثر من اثنين بيناتهم الف. نعم. الف باء ألف جيم ألف دال، ده دائري. دائري ليه؟ لأنه الألف قاعد بيناتهم متكرر. أيوة. ترجع له في كل مرة. معي. فكلمة دائري دي اللي هو سينيو. أيوة. نعم. فعشان كده الخواجات انتبهوا للمسألة دي، سموا الثنائي الدائري سموه راوند. نعم. مدور. الثنائي الدائري سموه روندو، يعني حتى في النطق مختلف. فنحن عندنا الراوند ده الالف باء الف باء الف باء الف باء الف باء الف باء الف باء، ده مدور. صح. نعم. ما دايري. نعم يا اخوان، ما دايري. الدايري هو الف باء الف جيم الف دال، ده عندنا. وعندنا الحر، عندنا الحر طبعا شفته في قول ترحل، شفته في زاد الشجون، شفته في كثير يعني. ده اسمه الحر اللي هو ما ملزم ما في سينيو معين بترجع له في كل آي بقى. ما في رجوع محدد لنقطة معينة، ما عنده. نعم. عليه كفو. صحيح. نعم. هيش فري يعمل الدائره يعني، قد يرجع حاجة كده في النهاية كده، لكن في النهاية هو حر يتصرف. نعم. والحر ده معناه زول متمكن. صحيح. متمكن من أدواته، متمكن من نفسه، والشعر ذاته ساعده في أنه يقدم قالب حر. فما عندنا أكثر في ما عندنا أكثر من الأربعة دي في كل الدنيا، ما في أكثر من الأربعة دي. يا سلام. هاي. طيب ناخذ نموذج برضو ونترحم على الأستاذ صلاح بن البادية رحمه الله، ناخذ كلمة.
يعني أغنية كبيرة برضو فيها تفاصيل وفيها نوع من الجمال وفيها يعني صور جميلة جدا جدا. حامشي لأستاذ زبير ويجيك رايح ثاني يا دكتور أنس. يا أستاذ زبير، أنا أفتكر إنه الطبقة المثقفاتية وجودهم في فترة من الفترات قريب من الوسط الفني كان له يعني أثر طيب جدا جدا. صحيح. في فترة من الفترات الوسط الفني كان محاط يعني بشخصيات مثقفة جدا جدا. صحيح. كان له دور كبير خليه في ترقية يعني أساليب الأداء وحتى يعني أنواع الموضوعات اللي ممكن كانت تطرح في صحيح. والله شوف المساوفات على مستوى الوجدان كانت قريبة، لأنه خلينا نطرحها برضه على محمد يوسف موسى رحمه الله كلمة. نعم. يعني أنت لو لاحظت يعني ديل كانوا صحفيين أو نقاد فنيين وفي ذات الوقت هم شعراء. نعم. شعراء أغنية. فدي بتوريك إنه المسافات على مستوى الوجدان بين المبدعين ديل كفنانين وكملحنين وكشو كانت قريبة. نعم. قرب هذه المسافات أو المساحات بيخلي مستوى التفاكر والتفكير ومستوى المشورة والرأي والرأي الآخر يعني بيكون فيه مساحة بتكون فيها أريحية عالية جدا يعني. فكلما بعدت المسافات دي إذا كان على المستوى الجغرافي أو على المستوى الوجداني بتأثر في فكرة المشروع الواحد المتماسك. فالناس دي كانوا موجودين، نعمان على الله برضو والناس دي كلهم يعني كشعراء، فضل الله محمد نفسه. نعم. كصحفي والناس دي كلهم كانوا يعني أبناء دار أو كار واحدة يعني، فلذلك كانوا قريبين. لكن خلينا برضو أقول لك ملاحظة صغيرة، الغنى الكبير وحي عمر الشاعر يعني صديقنا المبدع عمر الشاعر ربنا يديه الصحة والعافية وكل رمضان كريم، الأغنيات اللي لحنوها ناس أصواتهم جميلة أو كانوا ما بقول مشروع فنانين، هم فنانين لكن ما آسروا إنه ما يغنوا، ما مشوا في مشروع الغنى ده. إذا كان مشوا كان ممكن يكونوا فنانين كبار يعني، هم كتار جدا يعني عدد كبير جدا منهم، فاتح كسلاوي، عمر الشاعر، أنس العاقب، كمية من الملحنين السودانيين اللي قدموا ألحان جيدة هم كانوا أصلا هم مغنيين جيدين أصحاب أصوات جيدة. عشان كده نزل ألحانهم اختلفت، مشاركة أو مساهمتهم في المشروع بتاع الألحان في الأغنية السودانية مختلف. نعم. مختلف، كأنما هم أكثر وعيا وأكثر إدراكا بقيمة وأهمية المشروع وتفاصيله من ملحن آخر قد يكون مساحته بس الملكة بتاعة التلحين، يقدم لحن لفنان ويغنيه ويطور فيه ويعمل فيه إضافاته. لكن المشروع اللحني اللي متبناه أو قدمه زول صاحب إمكانيات صوتية أصلاً هو كان مشروع فنان وآسر ما يتقدم، ظل متميز في خارطة الأغنية السودانية. ده كلام جميل جداً جداً. وقبل ما نعمل نموذج يا دكتور أرسفي، يعني انفتاحنا إحنا كموسيقيين أو يعني استقبالنا للثقافات البرة كان لها تأثير على شكل الملامح الأغنية السودانية، خاصة إنه المبدعين والملحنين وحتى المغنيين حتى أساليب الأداء ذاتها في الغناء اختلفت يعني في الأغنيات الكبيرة بالأخص، يعني نلقى الإمكانيات دي بتظهر بشكل كويس جدا جدا. فرأيك شنو في الحتة دي؟ طبعا الفنون أصلا هي بتكسر الحاجز زمان والمكان الحدود. نعم. زمان كان الحدود الحقيقية يعني تنطلق من بلد لبلد، عندك بقت بالراديو وهكذا، لكن حس الآن بقت هي تجيك رغم عن أنك يعني، فبتأثر في بتأثر في فيك يعني. يعني أنا كنت ميال جدا جدا وأنا صغير أسمع الغنى حبش، وكنت أسمع غنى أثيوبي، وأفتكر أنه الصوت الأثيوبي صوت واسع وبيتذبذب وعنده ملكة في صوته، لأنه في صوت جبلي بيسمع صوته. نحن أغلب صوتنا صحراوي بيفوت الصوت بيمشي. نعم. ما بتسمعه. عشان كده ال 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 الجماليات جماليات الصوت عند المغني والمغنية الأثيوبية واضحة، لما يغني الأغنية السودانية تلقاها شكلها يختلف يعني. نعم. بقت أكثر جمال. عشان يعني أنا دار أقول إنه صوت زي عثمان الشفيع في ذلك الزمان ما كان ممكن يكون متكرر ثاني، صوت زي إبراهيم عوض ما كان متكرر ثاني، لكن يجيك صوت زي حمد الرياح، صحيح مساحته محدودة وكذا، لكن عنده كاريزما، عنده شخصية. ف
ففي الحاله دي يعني لما لحلوا نادي القدسي لحلوا عارف صوت وامكانيه صوته، ولذلك ادى الساقيه بشكل ممتاز جدا جدا. ف يعني الالحان هي مرات بترفع الفنان. يعني انا افتكر انه زيدان استفاد من صوت عمر الشاعر، يعني زيدان انطلق بصوت عمر بطريقه عمر بتكنيك عمر الشاعر، لانه انا بعرف صوته وزيدان بعرف صوته الاول كان شنو، يعني كان لسه ما عمل شخصيه وكذا. من الحان زي ما تفضل الاستاذ انه الحان 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 الملحن المغني، يعني الموجي كان داري يبقى غناي فما نجحت المساله دي، فادى اجمل الحان لعبد الحليم حافظ. لكن بعد ما مات عبد الحليم حافظ لقى فرصه يغني يعني، عشان كده تعرف اصاله اللحن. يعني يوم ذاك انا سمعت شفت عمر الشاعر في سهره غنى غنى زيدان كله بابداع شديد جدا. يا سلام ابداع شديد جدا. فهي في اسرار كده في نعم. في الغناء السوداني كيف لسه ما اكتشف. يعني افتكر هذا البرنامج مش نقسم لك ظهرك يعني، لكن اول مره نتناول الغناء بشكل مختلف. نعم. يعني في نكتشف جمالياته، نستلف اعماقه، نستلف تاريخه. نعم. الحركه بتاعته بدت كيف واستمرت كيف ووصلت لوين، ليه في غنى هابط وليه الغنى الجميل راح كده. نعم. فدي كلها مشاكل تخلي الواحد يتفتح على التراث الغنائي اللي موجود من قبل التاريخ. وان شاء الله هنواصل يعني. وان شاء الله حنواصل يعني في رسالتنا عبر البرنامج ده، ما حنتوقف ابدا. نعم. حنواصل يعني. نعم. المسير. نعم. لان نمشي عليه الفنان الكبير الاستاذ صلاح مصطفى. نحن بنحييه من هنا ونقول له رمضان كريم وكل سنه وانت طيب وصوم وتفطر على خير. وبعد الغياب واحده من اجمل كيف من حياته العظيمه جدا والجميله جدا في الغناء السوداني. مبهره جدا. حقيقة الكلام عن أغنيات الكبيرة وصناعتها موضوع يطول ويحتاج إلى حلقات وحلقات وحلقات يعني، لكن إن شاء الله إحنا نعيد بالنعود في مساحات أكبر عشان نتكلم عن المواضيع دي، ولكن هي إشارات ودلالات.
احنا حقيقة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وكان حديث جميل جدا وشيق، وفي سياحة في صناعة الأغنية. وحقيقة احنا في الختام بنشكركم جزيل الشكر يا دكتور أنس، وأشكرك جدا أستاذ زبير سعيد، وغدا إن شاء الله لقاء جديد من مزاج سوداني، ونكفل بعمل عظيم جدا للراحل الكبير الدكتور محمد وردي.